أصحاب السعادة، السيدات والسادة، الحفل الكريم، أهديكم أطيب التحيات وأصدقها. يطيب لي أن أعبر لكم عن مدى اعتزازي بمشاركتكم في معرض لوحات حقوق الإنسان وكرة القدم الذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر على هامش الدورة 49 لمجلس حقوق الإنسان. فهذه المشاركة الطيبة من جانبكم إنما هي دلالة على مدى حرصكم على أهمية نشر وتعزيز حقوق الإنسان بشكل عام، إلى جانب اهتمامكم بالحدث الفريد الذي ستستضيفه دولة قطر، ألا وهو مونديال كأس العالم 2022. السيدات والسادة، الحفل الكريم، بالفعل فإن هذا المعرض ليس بمجرد لوحات وأبعاد جمالية فحسب، بل إنه عبارة عن معايير لصون وحماية حقوق الإنسان فيما يتعلق بالرياضة، ثم ترجمتها إلى لوحات تخاطب الإنسانية بمختلف لغاتها وثقافاتها. فنحن في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ننظر للرياضة باعتبارها تمثل أهدافاً شاملة بغض النظر عن المكاسب أو الخسارة، ونهتم بقدر عالي لجعل الرياضة كواحدة من أساسيات تعزيز وتنمية وسلامة حقوق الإنسان بما يتوافق مع الهدف رقم 3 من أهداف التنمية المستدامة، وهو ضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحية وبالسلامة في جميع الأعمار. السيدات والسادة، الحفل الكريم، مما لا شك فيه فإن للرياضة القدرة على تعزيز التنمية الاجتماعية بتغيير التصورات عن ذوي الإعاقة وإتاحة الفرصة لأولئك الأشخاص للمشاركة في الرياضة، وتزيل من أمامهم الكثير من الحواجز لإدماجهم في مجتمعاتهم. وفي هذا السياق قامت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بتنظيم هذا المعرض الذي يتضمن لوحات فنية تعكس معاني حقوق الإنسان في الرياضة، وهي لوحات تجسد العديد من المبادئ الأساسية الواردة في الاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان. فعلى سبيل المثال تعبر لوحات المعرض عن مناهضة العنف في الملاعب ومناهضة التمييز العنصري والعبارات العنصرية التي قد تصدر من بعض المشجعين ضد اللاعبين، حيث برزت هذه الظاهرة في السنوات الأخيرة بشكل واسع في العديد من الملاعب. السيدات والسادة، الحفل الكريم، ختاماً لقد كان اختيار دولة قطر لاستضافة مونديال كأس العالم 2022 مناسبة طيبة للنظر في عملية دمج مفاهيم حقوق الإنسان في كبريات الفعاليات الرياضية. وفي هذا الإطار جاءت فكرة معرض حقوق الإنسان وكرة القدم، وتأملنا أن نكون قد أوصلنا من خلال هذا المعرض هدف اللجنة الوطنية حقوق الإنسان بدولة قطر في نشر وإرساء حقوق الإنسان من خلال الفن الذي يعد من أسرع الوسائل في نقل وتوصيل الرسائل. شاكراً لكم حضوركم وإثرائكم لهذه الفعالية الذي يؤكد تضامنكم مع كل ما يدعم المسيرة العالمية في حماية وتعزيز وصون حقوق الإنسان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you, Mr. Al-Jamali, for this valuable intervention and for your support in organizing this great event. To conclude, it will be our pleasure to listen